الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال الشيخ رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى قرست لقراء إن محمد رسول كإلهي صلى الله عليه وسلم إنه إياهي دليل كيده قوله تعالى وهذا الكيس إلهي يربأ دليله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم إلى هيبان كدارت حقيقي وحيديمي رسول رسول بايديمي رسول كاسو من أنفسكم نفيه إنك أهاضي وبمعنى جنسيين النوع إنك أهاضي أيدين كيدين كذا شيء رسول كاسو عزيز عليه أي كأذكتهاي ما عنتم وحيدين دبيا ودبات ذا إذن كؤه أي كأذكتها وأي كعلستها وحي دبات إذن كؤه يعني وحي إذن دبايا إسقى دبايا. حريص عليكم رسول كاسو إذن كد ذالي وإنو إذن أنفعه يإنو إذن هنون يكد ذالي ووحا إذن أنفعه يكد ذالي هنون كينا نكد ذالي. بالمؤمنين رؤوف الرحيم رسول كاسو مؤمنين تأدم رم بذن أو نحرس بذن رؤوف يا رحيم ويسكو معنى هيا شوى كالحيل ليريم بعلماء ذو الهدين أو وحي الهدين رأفذا أيا كحيل ليران شبذن رحمة مركا وذاتذو مركا اللقبين يا نحيرون شنا رؤوف وإذن دمرين بذن يهي رحيم وإذن نحريس بذن يهي. على كل حال لبدا اري واسكدوي محمد ورسولك الهي صلى الله عليه وسلم ادي لبدا بان كتسنا اسا ان محمد صلى الله عليه وسلم رسولك الهي هي. الله وحيره محمد رسول الله محمد ورسولك الهي سيده ايه الفتح كسارورت رسالتي سنه وحي اهد رساله عامه او ددكو دنبا الهي اسو ديري سيده الهي با ويره قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وحاتر هذا رسولك إلهيو وحاتر هذا ددك ددو وحانها رسولك إلهي وإلهي إيسو كين دري إذن كدمانتين مركا ددك ودنبا الله دري النبي صلى الله عليه وسلم وحمر صلوها إلى جميع الناس ددك ودن. آيات كلوات إلى هيره تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونبي صلى الله عليه وسلم إن عالمين تبا الله صدري وشني إنس دمان تود الله صدري أي آيات سنك تسنيسا. أحاديث رسولكنا صلى الله عليه وسلم واشيكتي والنبي قوحر صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة يعني النبي يدي هور النبي كم دي وحو أهامد قول دي سسجار الله قصادره لكن وحو النبي صلى الله عليه وسلم أني قدت كوردن بالله صادره أني قدت كوردن أي الله صادره أي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشيخ سوقاتينا وحاول إلهي نوشيغي رسول كاسي إنو إنك إنك مديها من أنفسكم نفيه إنك مديها بمعنى جنسيين ينوعي النويه لابا تفسير بانا كتر من أنفسكم إلا إذا جنسيين ينوعي إنو كمديها وإنسان وابن آدم وقول وخطابكم مركا كل عايو دات كوردن قول لباد وحي علماء قار كود يلاهدين من أنفسكم وحلو تشيدا رسول كاسو إذنك إذن كرد الشيء هذا عربتهين عرب أهاضي قريشنا أهاضي تفسير كان علماء قار كود باكو فسري لبدا تفسيرنا اسم ديريان وينو عربي هايو عرب كرد الشيء أو عرب كمد يهي
iyo inuu jinsigeen iyo nooceen haddaynu bini aadamna hay inuu yahay oo insaan yahay isma diidayso marka dadko dhan lala hadlaayo waa rasuul idin kamida oo bashar ah oo insaan ah oo bini aadam ah carab marka gaar loola hadlayana yacni idinka ayuu ka dhashayoo qoladiinna ayuu ahaado carab buu ahaaday mid carabta ka mida ayuu ahaaday marka labadu sidaasayna isu diiday rasuulka sifooyinkiisa waxaa ka mid a wixii dadka dhibaya culays bay ku taho waa ku culus tahay marka inuu dadka dhibo ma doonaayo laakiin takaaliifta sharciga iyo awaamirta sharciga ah iyo waajibaadka in la fuliyo muxaramaadkana laga dheeraado taas iyadii waa lagama maarmaan in la sameeyo si ilaahay loo raalli geliyo markaa taasi dhibis uu idinla doonaayo ma aha laakiin mashaqada ku sugan waxa markaa ka muhiimsan waxa ka weyn ee ku sugan oo ah marka awaamirtii ilaahay inay tahay oo rabbi waajibiyey waajibaadka muxaramaadkana uu xaaraantinimay oo raallihaanshi ilaahay uu ku sugan yahay wixii faralaa in la farsoomo lala yimaado wixii xaaraanana in laga reebtoomo laga dheeraado dadkana lagu kala reebayaayo ibtilaa baa looga jeedaa takaaliiftana sideedaba imtixaan baa uu ilaahay uga dan leeyahay liyabluwakum ayukum axsanu camala marka imtixaan iyo in dadka lagu kala markaa shaandheeyo oo lagu kala eego ka mutiica iyo ka caasiga ah ayaa looga jeeda rasuulkaasoo idinku dadaalaya oo hidaayadiinna iyo waxa idin anfacaaya idinkula dadaalaya xariisun calaykum aayad kalena waatuu ilaahay yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin mu'miniinta rasuulkaasoo u naxariis badan oo aada ugu naxariisanaya mu'miniintu aada ugu naxariisanaya waxaa laga fahmayaa inaanu gaalada u naxariis badnayn ee gaalada waa ku ad-adkaa ilaahay baana amray inuu ku ad-adkaado oo ilaahay wuxuu ku yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam jaahid ilkufaara waalmunaafiqiina waqlub calayhim la jihaadoo la dagaalan gaalada munaafiqiintana la dagaalan oo la jihaad kuna ad-adkow oo mid ku ad-adag noqo marka labadu isma diidayaan in gaalada lagu ad-adkaado mu'miniintana loo dhibirsanaado mu'miniintuna saasi leeg waxay ku sifaysan tahay inay gaaladana ku ad-adag yihiin mu'miniintana u dhibirsan yihiin sidoo ilaahay baa uu yidhi muxammadun rasuulullah waladiina macahu ashidaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum oo ilaahay wuxuu ku sifeeyey saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay gaaladana ku ad-adag yihiin mu'miniintana u naxariis badan yihiin oo u naxariisanaya sifadaasina waa sifo caama oo ay mu'miniintu ku sifaysan yihiin sida saxaabada rasuulkuba ay ugu sifaysan yihiin adillatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin sida aayad kale iyadoo mu'miniinta la sheegaayo lagu sifeeyey wa macnaa shahaadati anna muxammadan rasuulullah qirista la qiraayo inuu muxammed rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam inuu ahaaday shahaadada sidaa la qirayo macnaheedu daacatuhu fiimaa amar wa aiicitaankiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam la aiico oo lagu aiico fiimaa amara kuu amray lagu aiico ay fi ladii amarahu wa tasdiiquhu iyo rumaynta la rumeeyo weeye fiimaa akhbara ay fi ladii akhbarahu kuu ka warramayna la rumeeyo oo inay markaa dhab tahay oo run tahay la ictiqaadiyo oo la rumeeyo waijtinaabu maa canhu nahaa wa zajar iyo waijtinaabu maa kii in laga dheeraado canhu nahaa uu reebay wa zajara uu diiday laga dheeraado wa an laa yucbad allaahu iyo inaan ilaahay la caabudin ilaa bimaa sharaca wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam sharciyeeyey mooyaane wax kale inaan ilaahay lagu caabudin ee waxa ilaahay lagu caabudayaa ay noqoto
وح النبي صلى الله عليه وسلم شرعيي وحق النبي قال لك كل ما يقول لك قاتل شيخه فصير يا رحمه الله قرست لقراء إن محمد رسولك إلى هاي يهي محام عنه يدو يهي وآي كان سنيسا يلازم سنيسا أولا وإلا عقيدة يلا الرمائي محمدين الرسول إلى هاي يهي إلى هاي نصادرتي أو إلى هاي النبي كيالي رسولنا كيالي والنبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الله وأنا رسول الله رسالة دي سوى الاعتقادين يوى الرومين يا ألوهي ذي الربوبية ذي إنو وحكولي يهين اللهم الرومين أيه أوحل الرومين يا إن نوحو إلى هاي اللقاري يهي نبي صلى الله عليه وسلم أنو شقاك رهي إلى هاينا أنو لو ذاقين وأنو كون كان يا مخلوقات كان يا شريتان كان إساقو أنو معمول معمولنا أنو كرهي أوحى عالم كدعي يا إساقو مد برايو من معمولاي أمرك يا تصرفك كونك كسابسا إساقو شقاك مليه ملكي جمرك إلهي يا مخلوقات كان إلهينا من ملكيه أو إساقو مليه إلهينا الله مليه تصرفنا كمره دب يدفنا وحو إلهي مركا قعنتي سيني كدعان وقدري مويان وح كلمة أوده أو دب يدفع علم الغيب كان انت اللوغة الشيقية إلهي وحيودي كليو كأوغيهي وح انتا كدر هذا علم الغيب كمأوغة وحيالها قرصون إعدادك غيب كأها كقرصون انت اللوغة وحيودي كليو كأوغيهي انت كلا بشر كو كلام مديهي عبادة من متيسوين سجل لعابد حقو ماله هدي لعابدنا حق درها لغو عابد كل ذلك أشياء ذا إنو شيغي إن أدلة تلمام إسا إنه النبي صلى الله عليه وسلم شقاك لهي أو إلهي وحو يري قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وحدكو ترى هذا إلهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكو يري وحدكو ترى هذا إذن كورن ما يعني أكتيد أهادين خسندها إلهي أو خسندها إلهي بان قعنتكوها يا يوم ملكية تا إذن كورن ما يكده إذن كنا أورن ما يو غيبك يوحى قرصون بان أغاها إدتك كقرصون وأنه أنطال عني إذن كنا أورن ما يو ملك بان أهي يعني تانا إذن كورن ما يو مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحو إلى هاي أمر إنو إسكبري يالو أغالك أعلم الغيب كأغيه مركا إلا يلاهدو نبي وحو البواء أغا ووحك قرصونا بمتشر وقول باطلوي آيات كلوات إلى هايري وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلا هو والرسول لما أرد إلى هايات تيسو كل يوحى هذا علم الغيب كا مفاتح الغيب أهذي ومفاتح ذا غيب كالله مويان عد كلمة أغا الله أقرأ أي أغ آيات كلا إلى هاي وحجري قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله مركا علم الغيب كا نبي صلى الله عليه وسلم وحكا أغا كليا قدر كاللوغا وحيودي وحي أن لو وحيون وحي اللوغو الشيقين علم الغيب كا كم ذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أغي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلى هيواك غيب كأغ أو من موشي علم الغيب كمذو كرى للنقضي الرسول مويان عدك لأمم موشي كان قدر كان لهم موشي كريو أغيهي انت كلا بشر كأي بن آدم كلو كلم ديه تذكى غاركود وحي كاعتقاد سينو كرمي سيه النبي صلى الله عليه وسلم إنو غيب كأغا أو وحو البطال عني بلى تذكى لأن رسول بأهين بي كرمي سيهين إنه اللوح المحفوظ كأركوض طالع ذه أو وحكا استودع عيا وكورقبه ورك النوع عاسنا ورباطي لويه وانا مذا انصحى هاينا أدي لذا كهر مايس
لوح المحفوظ كان بشر طالع عنا يا مشرو وايو لوح المحفوظ كهدو مركا يعني روح ضال عدو أو أركا يانو كبقر الصونين وحكرنا ليس علم الغيب كين وقيا هاي أو وحكا الصدعا يأو كورقبه ويا اللوح المحفوظ كوحكويا لا وحدعي دونه إلى مالين تقيامه لقا قاري أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة حديث كاسي وحو الشيقي حديث عبادة وإمام أحمد سوري قلم باوقه الرئي وحو إلى هاي أبوره مركو قلنك إلى هاي أبوري أي قلنك كوي لقر مركا سوري محان قرى مركا سوري لهاي وحو كوي لوحد قرطا وحد دعي الدونة حصل الدونة إلى مالين تقيام لقا قارا أيو وحو الله وحد دعي الدونة قر مركا سوري لهاي قلنك قري وحكا سوري دعي الدونة إلى يوم القيامة مركا حركة كستا إيا دغاق كستا إيا حسيلوني كستا إيا أري كستا إيا مخلوق كستا إيا عمل كستا الله سمينا أيو إلى يوم القيامة لغا قارا أيو لوح المحفوظ كواكوتا الله هداي البرقسي تهي هداي النوحسي تهي هداي حركة تهي هدي مركا وحوية أي تهي اعتقاد قلبي على عقيدين أيو هداي تهي خواطر تكون صدعا أيا هداي تهي مركا حسيلوني ده يعني مركا هداي تهي على انت دغاق إيسا هذا يتاي مخلوقات كلا أبورا يو إيه وحي سمين دونان وحي عوني دونان وحي عبي دونان نحصد كي نحصن دونان تلابة إيقادي دونان كل ذلك هو مكتوب وقري وحي الله كو عدينا يا النبي إنان علم الغيب كأغينا وحكم دا ما لنتي بدر أي دعي دونتو نبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة دي سو وحي أصبحين حوله قريشي دي تجارة دا أها إلغا كينا الشام inay jidka u galaan oo gaalada xoolahooda xarbiyinta ee la dagaalamaya guriyahoodii ka soo saaray yaani nabiga iyo saxaabadiisa muhaajiriinta ba guriyahoodii ka soo bixiyay dhibaateenayay lana dagaalamaya inay marka xoolahaas yaani waxa weeye ka qabsadaan saasay u soo bixeen Abu Sufyan ba marka hoggaaminayay safarkaas tibax ku saabsan إن عيدان كصوب حي مدينة وشتقوية لدونا أيو إن لوك قالوا أيو كور هلاي دبادنا وددي أيو بدلي قيل الدون نواطرة دريقي اللي قفل أيين وصوم مرا أيو كلا أحضي ودكالو كهو سيسو أنا أدب وقفقين أيو مرا وصفر كي مريي من قيل الدوننا قيل بمركة أبالان قادو وحو يتبان هلادو قيلان كسين أيا عرر مكاقاد قريش كو دحدحه waxa tiraahda safarkiini iyo xoolihiini iyo Muhammad kala gaara Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ya sahabadiisu wadadi ay filayeen inay soo marayaan oo Badr ah ayay markaa u galeen haduu Nabigu markaa qaybka ogaan laha wuxuu oran laha ana arko taalacanayo waa kuwa halkaasii socda ee wadada maray oo halkaasay marayaan ina gaarsiya taasi waxay cadeynaysa يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن أنه غيب كأغين أي عضينيس قصة الله بات ما لنتي خندق وقاشنبورتي قالت أيسا سوكا الميستي أيسا سوكا شنبوريستي مدينة أكتادنا أي الدقين هل كان أي إسوير كقهيين وإي حاوليين وإي سكوديين إن أي مركة هجومان قدكي وحوية مركة الله قضي إجست أنبورها هين لقى قضي اللوغو تلقلي إن نسي هول يرغى صوت اللابين سكدي سنة دفاع لقى قلي واتي مركا النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة يسعي سمية قال دي قريشي دي عدى سوكا شطي مركا ماشي ما دين وحي النقطي إن يطلو غي أطلابان أي كوعدك تهي وقيسها غار كود بوراك غاقو قوبان أن لسوكري كري geesaha qaar koodna waa tan marka godka laga qoday oo hoosna marka uu dheer yahay xagana uu ballaaran yahay hadii faras faras ka boodi karana badankoodu marka kama boodi kara difaacina marka halkan boo yaani marka godka dabadiisa ayaa difaacina marka uu soo fadhiya muddo halkii joogen markay muddo halkii joogen أيا هبين كي دنب النبي صلى الله عليه وسلم يضو مركا قبو الدراني دعيو
oo dabaylina ay dhacayso oo dabayshii qaba ugu baa ay daran yihiin ayuu yiri marka khabarka raggan ya inoo soo ogaanaya gaalada warkooda warkooda ya inoo soo ogaanaya bimaacnaaya inoo soo basaasaya saxaabadii markay hore u kici waayeen nabigu xudayfa ayuu ku yiri qum ya xudayfa xudayfa uka orodo warka marka qowmkan ama raggan inoo soo ogow waxaad soo darisiisaad samaysanayaanu jirin yacni fal ha isku dayin ficil aad samayso bas xogtoodu soo ogow xudayfa waa socday ciidankii gaaladu dhex galay goortu waa habeen madow dhaxan daran iyo dabaylina waa dhacaysaa madowga daraaddiina dadka wajiyadooda lama arkayo markuu sidaa u dhex galay ayaa markii dambe abuu sufyaan wuxuu yidhi war nin walowba ninka kugu xiga aqoonso nin walowba ninka kugu xiga aqoonso xudayfa wuxuu ahaa nin fiiro badan markaa si aan isaga loo weydiinin ayuu kii ku xigay ku boodo war kumad ahay markaasuu hebel baan ah kii kale ku xigayna waa weydii sidii mid gartay buu iska dhigay oo waa aamusa isaga markaa cid waxba ma weydiin halkiibaa markaa warkii geediga ku saabsanaa iyo wixii meesha kala kulmay iyo markaa inay qabaa-isha qaarkood oo gaashaanbuurta ka mid ahaana kaga baxeen umuraha noocaas u sheega dabeedna wuxuu yidhi markaa waa guurayaa ciddii guuraysa halkiiba dabeedna sidii ku guureen wuxuu yidhi haddaan nebigu ugu odhan lahayn waxaad fal oo aad samaysaa yaynay jirin walaa tuxdiisanna shay-an haddaan isidhaahdo abuu sufyaan leeb ku dhufa haddaan isidhaahdo waa ku dhufan kari lahaa sidaan ugu dhowaaday markaasuu xudayfa soo noqday iyagiina waa guureen warkii markaasuu nebiga u keenay sala allahu calayhi wasalam dee cilmulqaybka hadduu ogaan lahaa miyuu u baahan lahaa inuu markaa u diro xudayfa oo yidhaahdo cadowga dhex gal oo warkooda soo ogow oo inoo soo ogow warkooda uma baahdeen taas kullu daalika waxay caddaynaysaa inaan nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo bashar kale toonna inaanay cilmulqaybka ogeyn taas yadaabay caddaynaysa marka warka odhanaya yacni dad baa looxul maxfuudka daalacda dad baa wax kastoo dhacaya og yacni marka waxyaalaha noocaas waa wax baatila oo khuraafaada bal ee shirki ah waayo cilmulqaybku ilaahay la gaarka ahaa ayaa lala wadaajinaya oo loogu shariig yeelayaa cid kale ta noocaasna waxay noqonaysaa shirki waxaa kaloo nebiga uu ilaahay amray inuu iska beri yeelo khasnadaha ilaahay inuu mulkiyo taana inuu iska beri yeelaa ilaahay amray oo mulki mutlaqa nebigu ma laha cilmi mutlaqana ma laho wax walba uu og yahay mulki mutlaqa oo wax walba uu mulkiyana ma laha haninimo mutlaqa oo wax walba uu ka maarmo oo qani ka yahayna nebiga uma sugnaan ashyaada noocaasoo qaninimo mutlaqa iyo mulki mutlaqa iyo cilmi mutlaqa allahun bay u sugnaatay allah ayuun bay u sugnaatay marka cidnaba dhib iyo dheef uma hananaayo nebigu sala allahu calayhi wasalam oo iskii dhib iyo dheef uma hananaayo haddii sabab ahaan dhib iyo dheef gacantiisa sabab looga yeelana yacni waxay ku dhacday mashiyaada ilaahay iyo qadarkiisay ku dhacda isaguna sabab baa laga yeelaye daat ahaantiisa uma hananin dhibtiyo dheefta ilaahay wuxuu yidhi qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaa allah waxaad tidhaahdaa uma hananaayo naftayda iska daa cid kale dhib iyo dheeftoonna u hanan maayo mooyaane intuu ilaahay doono inaan hantiyo intaa keliyun baan hananayaa wax ka badan hanan maayo nebigu xaq uma laha in la caabudo cibaadada ilaahay in lala wadaajiyo qayb ka mida la siiyo xaq uma laha oo saynu horeba u soo sheegnay cibaadadu waa xaq ilaahay la gaar yahay markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waa cabdun falaa yucbadu wa rasuulun falaa yukadabu walaakin yutaacu wa yuttabac waa addoon oo lama caabudo waa rasuul oo lama beeniyo axaadiista qaarkood waa ta ku soo aroortay wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waxaan qirayaa muxammad inuu addoonkii ilaahay yahay rasuulkiisiina yahay baan qirayaa marka culammadu waxay yidhaahdeen cabduhu wa rasuuluhu waxaa lagu baraarujinayaa laynagu baraarujinayaa inuu nebigu addoon yahay
أمر هدو أدون يهي أن يسجل لعابدي عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب وأنا رسول إلهي قل ما بيننا أيه ولكن يطاع ويتبع هيا شيء والله أطيعي وأنا الراعي واجب وصاص رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سينه هرب وشيقنا وحواجب إن لو عقيده إن تأي رسالة عامة أذكرنا الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم مركا شهادة لقراء إن محمد رسولك إلهي وحي لازم سنيسا يوكين سنيسا إن نبي وحي أوامر لغو أطيعه وأمرك أمري لفليو للي ماده وكو واركأو كو الرمينا إلا الرمييو ورن إنو يهي اللو عقيديو واللبا وحيك لو كان سنيسا وحو الرياباي أو يولي كتاقا أما أحاران تنميي أما الديدي إن لغا ديرادو لغا فقادو وان للا إمانين وصدح وحيك لو كان سنيسا شايق أفراد الله وحل لغو عابوديا وإن النغطة وح رسولك لغا لكل مي كليا أو وح ليس كاختراع دو الله يسكب لوضي وإن الإلهي لغو عابودي إيه وح كستو إلهي لغو عابوديا كيف كاللو عابوديا وإن النغطة من النبي محمد لغا لكل مي أفرتا الرنبا كاللازمي نبي طاعة دي سنة وواجب أو إلهي وحو يلي أطيع الله وأطيع الرسول الله أطيع الرسول كان أطيع وحكروا الله يري وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ما نصد الرسول إلا أطيع الدرادد مويانا وحكر أمان صد وحي الخبرة ورأة وركاسي ها هذا وحص الصعدة أما ها هذا وحد الشرة أما ها هذا وحر أدعي خبر كستو وركستو نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم وإلا عقيدة يا لرمية وإنه رؤية هاي لو اعتقادية وتصديقه فيما أخبر وهي النبي مرنا بين الشيخ مايو إسكدا مركي لصوت دراية إنتانو إلى هاي وحيون كهر حتى بين ما الشيخ تشيرون بين لغو ما أقول قالت وحيو أقول تشيرين واقي هرى الصادق الأمين كي رنت الشيخ تشيري آمن كهابي ويقانين وحن نبي الرابي او ديدين وإن لقد إرادة واجتناب ما عنه نهى وزجر وزجر ديدي بلوشيدة نهى نوار الرابي وانا تنبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وحن إذن كالرابي وإذن ديدي كالإرادة سيدا صار رسولك صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحة آيدنا إلى هاي وحيوليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شيء أفراد وحا إلهي لقو عابوديا وإن النقطة وح نبي محمد صلى الله عليه وسلم لقرا كل مي حديك لوحا النقطة ليس بدعو مركا عبادة إلهي لقو عابوديا يسيد الله عابوديا وإن النقطة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل قرا كل مي وإن النقطة وحن رسولك صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كوكستو كسو درسية أرنك يغا الدين توحان كمده هين كسو كردية كسو درسية وحا أسو درسية سو كردية وامد لغو ردين أيان لغا أقبالين مركا بدعو إن إلهي لغو عابودا مبنانا شاي كستو إلهي لغو عابودا إياه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لقال كل ما صلوا كما رأيتموني أصلي وحن النبي قال صلى الله عليه وسلم أتو كذا قاب كأي أركتين أنا أتو كان يقاب لم إذا أتو كذا ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد صلاة دليل كيدو والزكاة هي زكاة دليل كيدو وتفسير التوحيد هي توحيد كفسرات ديسو قوله تعالى وهذا الفيسو إلى هاي ويريه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لما أمر إلا ليعبدوا الله إن الله عابدان دردد مويانا وحكلا لما أمر يعني وحكا استول أمره يوحى الله أمره كليا إن الله عابدان مخلصين حالي أسافي ييليان أوقار ييليان أي عابدان له إلهي
أي قريليان الدين عبادة حنفاء وحي عبادة أما الدين إلهي قريليان أصافيليان حالي الشرك دمانتي كسو إيرانيان أو كسو اللحانيان بي الله عبادة أصافيليان ويقيم الصلاة يسيء صلاة وغان درادد ويؤتوا الزكاة يسيء الزكاة وبحيان درادد وذلك دين القيمة كاسوا إن الله كلي العابد وعبادة الله صافية له صلاة دي الزكاة للليما دو دين القيمة ودين تتصنيد وي أي دين الملة القيمة يعني مركا من الذي توصني الدين تهديوي أما سيدة اللو دايو على رأي بعض النحاة أما وحبا لقدر دين القيمة ودين توصني دوي مركا آيات وشيخ السوقاتي تفسير كي التوحيد كانوات الماما يسايو عبادة الله العابد و الله عبادة اللو سافي إليا وتوحيد كمعنه سي صلاة دي زكادينا آيات وشيخيسا صلاة دينا إقامة لك عبرة ويقيم الصلاة إن صلاة التاقان يعني صلاة التاقان ولي مادة أركان تيدي شروط تيدي واجبات كيدي يعني مركة لمان أمركة إلي مادة زكادنا أي بحيان عدة متيسطي وحق على أي سيان هضيت أي زكاة البدن وزكاة الفطر يا هضيت أي زكاة المال لوضع النعبة إن الله كلي العابد وأن عدك للعابد صلاة دنا لأوغو لتاغو زكاة دنا لبحية ودين تتصنيد وي صلاة دي زكاة دنا هذه الشروة الله يسكر لماني ودليل الصيام الصون كدليل كيسو قوله تعالى وهذا الكيسو إلى هيو يري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كوي الرمي يو كتب عليكم وحليدن كفر اليار كركين الصيام الصوم بالليدن كفر اليار كما كتب على الذين من قبلكم فرالياريس لمدا فرالياريس دي لغفر اليار الصوم كأمده إذن كهرية لغفر اليار فرالياريس لمدا أي الليدن كفر اليار الصوم لعلكم تتقون وحليدن كفر اليار الصوم سيأمرك إلهي وقبقتان أو عذاب كيسا إساق إلى لسان يوحو إلى هيد كعرون أي يعني تتقون اتقاء وإسك إلى لن أما إسك الدوريس مركع عسيان كي مخالفة دي الدنب قال إسك إلى لن أي عذاب كوحي السبب ينوى الله إسك إلى لن أي عدد إلهي وحى السبب ينوى الله إسك إلى لن أي تقوى ذا مركع علماء فصيريان وحيكو فصيران سيا إلهي وقبقتان لكن هو تفسير باللازم معنيه كاللازم أي الله قفصر وهدي عرض إله إلا إسكا إلا ليو ووح النار لقو قلا أي الله إسكا إلا ليو دوا الله قبق إله إلا الله قبق أو الله قعب صوت ساس أود معنيه كاللازم أي أي مركا الله قفصر مركاس مركاس الله فصر معنيه كاللازم أي مركا الله قفصر آيادا وحو إلهينا وشيغ أي صون كون واجب يهي وفر ليهي وحان اللو تشيدا الصوم كبشا رمضان للصوم أي اللو تشيدا وحانو إلهي نوشيغيا صوم كأمدي إنقوه الرئيي بإن لغفر اليالي أو إنقو كليا أن لي نغفر اليالي وحانو إلهي نوشيغيا صوم كوحيا لها لقد إفايا وحكم إذا تقوى أو تقوى إلا لي مادو أما تقوى إلا هلو أيا كم إذا وحى الصوم كاللقد إفايا ساساود إدبو إلهي لي لعلكم تتقون ودليل الحج حجك دليل كيسو قوله تعالى يعني حجك إنه واجب يهي دليلك أو دليلك أي قوله تعالى وهذا الكيسو إلهي ويره ولله على الناس حج البيت ولله إلهي وحو واجب يقصق ناضي على الناس دتك كركوضة وحو قصق ناضي وقو واجب حج البيت بيتك إلا حجيه من استطاع إليه سبيلا من تكبدل الناس ككبدلو وحي لها يحجك واجبي من استطاع على من استطاع دي كري كري سكركود واجبي إليه سبيلا ودأوا حجك كقارو عد أوادي كرتا أي حجك
كركودة كواجبة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كوكستو قالوا بأما كفرية فإن الله إلهي غني غني بكيه عن العالمين مخلوقات كردن إلهي غني بكيه يعني كفرية إلهي وحبي ما يمعنه دعيا وأيو إلهي خلق كردن أي غني كيه أعد النبأ مباهنا حجك وركن دي الشنادة أركان إسلام كم ذا هذا شنتي الركن مد والبن الدليل قاهرا أي أكينا يؤد دليل أي شيخ أكينا صلاة يزكادنا إسكو الدليل بو أكينا توحيد كان هو كل رجارنا توحيد كالدليل وأو كان كوا كلا يعني مركا أدلة صلاة يزكادا مويانا انت كلمد والبدليل قارو أكينا مركا حجكو والركن كم إذا أركان تا إسلام كم إذا هيا شهدت كدما أنتو تكما واجبه وعكو واجبا إدي كري كريسا كلي أيكو واجبا آيات دنبانو إلهي كشيغا إنو حجكو واجبي هاي ولله على الناس لامكا لله كسوغا إيا على ذا يعني وحوي اللينو شيغا لبدا ساوحي كتسين يا واجبني مدى ومعنو وحودا عيا لله إلهي وحاوصو ناضا ولله إلهي وحاوصو ناضا يواجبي على الناس داتك دوشو دا وحاوصو واجب وغصو ناضا حج البيت بيتك إلا حجيه بيتك نوحا اللوتشي دا بيت الله الحرام أو كعبة دا أبا اللوتشي دا كعبة دا أيا اللوتشي دا وانا قبلة دا أين أتشي سنو كعبة دا وحين يكوتا الله مكة أي يكوتا الله بيت الله الحرام نوال إلى دا مركا مناسكت حجك إلا سمين أيها وابضانت هاي هيا شما الدامة كعبادة لغو طوافة يأكتادنا الله سعينا أيها أشيادة كلنا مركا أقار كيدا أيكو السقيهين بيتك سيدا صال الله سوق هذا الله شاك ويا كعبادة وامد وين أو مركا عظيمة يعني سيدا سأودت بصلاة إلا ولو تشيستا يعني مركا لينقو واجبي إن لغو طوافانا لينكو واجبي أعدي حجكو واجبو طوافك أو كعبادة كو طوافة يا واجبي كتها موضع كرو كعبادة أنا هين وأرلاد لغو طوافي كرو عبادة لغو طوافي كرا مشرو موضع كليا إن لغو طوافي كرا لغو وريقي كرا يدو عبادة لغو تشيدو وكعبادة وقرا ميل كلا مشرتو أو لغو طوافة وليطوفوا بالبيت العتيق يعني هكو الضوافان قريقي هرريي قريقي هرريي وحا اللوتشي ذا كعبة ذا اللوتشي ذا مركا حاجكو وحكو واجب يهي عدة كاري كريسة على الناس مركي ليلي وحيا هاي العام ناس كان وحا سوق لأيه كاري كري يأي كان كاري كري لبدو هو سوق لي عمومك هدو سيدا الله عمي مي وحا لقد بكيني بدلوا البعض بدلوا البعض غا سيوان محيوان من وحا لقد بدل إياه الناس بالغ بدلية من تصنوى موصول موصول كلفتي سنة عموم وفايدية لكن عموم كمركة موصول كفايدية وحن مقيد كيها بحسب سلته سلتي سسرى النقطو أي كقيدية تسأود العموم كوح النقنية بحسب السلة ما دام عمومك بحسب السلة النقنية سلتي ما وحلقو قيدي استطاع إليه السبيل تسأود وحي كردق انتهي إلا يري ولله على الناس حج البيت من استطاع إن مركا وحي كردغان توكالي المستطيع على المستطيع بي كردغان مركا المهم مركا اللي يرادو على المستطيع اللي يرادو أما على من استطاع سيدا اللفظك آيادو يهي أو لمعنا على المستطيع لمعنا وحكو بحايا إدي أن مستطيع هاي ما بحايا تخصيص بهالكاك السوكري مركا عدا ان كري كرين ان حجك حجك واجبك ماها عدا كري كري سكليا اي حجك كواجبا امرقنا هل مر بواجبا امرقنا هل مر الا حجيو اي واجبا لكن مركا الروح حجينا اي حجك كواجبيا وانو يهي قانقار وانو يهي وانا انو حر يهي اهديسا وادونا او حجيو حجك اهر السنو نغنيا هذا حر نقضه مركا دنبو كواجبه يا هذا كري كريه إساقو ير أو صغيران قانقار هين
هدي وارد كي حج كجيو أو دود مركا حجيو ولا حجسيو مركا لفتيرة حج كاسي صنو النقنية مركو قانجار وهذو كري كريو حج واجب وكل نقنية وينو مركا حجية وينو مركا حجية سيدا صحيح أنا حجك يا عمرضه بواجب بيته وعمرضه خلاف باكتشره ومذاهب تقاربه وحي قبان عمرضه والسنة لكن حجك بواجبه لكن قولك الصحيح وإن حجك يا عمرضه لبدو بواجبه عدي كري كريسا لبدو بينك واجبه قولك أي صحيحة عليكنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة سيدا حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم مركو الدمر كالله اللي يبا وشيقا ايو مركي اللو ايديايو اللقوي للنبي صلى الله عليه وسلم دمر كمسارية هي الجهاد وعو رسولك صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وحا دمر كسارانا كواجبا جهاد آن دقال لهين وآن دقال كسوغنين با كواجبا جهاد كآن دقال كلهين وحوهي وحجك اي عمرضة حجك اي عمرضة وي مركا هدي كري كريان باد حجك اي عمرضة كواجبية مركا حديث كالفتي سوحا لقا قادنا اي عمرضة اني واجبتها ايا لقا قادنا اي ادل لك لان علمات وكدريشة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كي كفريو قالوبا الى هاي غني بكي هاي عالمين تا كفريان علمات قاركود وحي الهدين وحلوغة شيدا كي حجك الضفرة اوه هذا الروح حجك الضفرة ولا هذا حجبه مركا متشره أما حجبه واجب معها أما حج متشره وقالوا بيا أهل علم يقاركو تاسي كوحن بارين وجحود بي كوحن بارين للضفره حجك وانا سيد عبد الله بن عباس لقصه النقلية جماهير علمادنا تلمامين قول بعض علماد قاركو ذا أهل السنة كم ذي وحي إلى هذين حجك هدو قفك حجين وايو وعمر يسوي حجك كتاكو أنا مركان نيئيو إن أنا وليقي حجين أهل السنة قار كود با يلي وقال نمو وين أو من لده لقا بحيو لكن أكثر كعلمات قول كميتقين أو وحي إلى هذين كفر أكبر ماها مجرد ترك الحج قول كأرنا إياه هذو الروح حجك كتاقو أنا حج بالله إمان ننو يسير هذا وليقي بها حجين وقال لما أرنا إيانا واسيدا مركا لغا سور هراي صحابة قار كود سيدا عمر بن الخطاب أو صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كم إذا أحد الخلفاء الراشدين نأه واسيدا لغا سور هراي رضي الله عنه سلفك قار كود مركا إليهن كفرق وحلو قتشيدا من لا يرى حجه برا ولا تركه مأثما وحلو قتشيدا عدا حجكي سأو أركين وحجيه سمفلي خير أركين تجست أو كتجنا أندم بأو أركينن وحلوجة شيدا ومعنى الجحود بيك وضع الروح حجك أم بري خير أركيني دي حجك وينو جاحد كويا تجست حجك لجت تجينا أندم بأو أركين وينو حجك دفير سيا كام مسلمين توا كإجماع سين وإسكوا فقسين وقال يه على ماذا قار كودنا وحي كحم بارين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين حجك مركا لجت تجو أن وقفك دفير سنين حجك واجبني مديس أن ودفير سنين وحي نغنى سبيل هذين دم كبيرة وانا كفر دون كفر وقال لما كسوك إسا قال لما دي وينيد وانا سيدا ابن عثيمين وكسور رايو يعني شرحي سهلك قول بصور راي لبدا قولك لنا مشيقين قول كان وحو نسبي جمهور العلماء علماء ذا قاركودنا قول كورنا ايا حجك مركو جاحدي هاي وضفر ايو كفر اكبر اينا يتهي مركز ايا جمهور العلماء مركا اي قبان واي كوحن بار ايان علماء ذو مركا يعني آيات كوحن بارية يعني وحنو تشيدا كفرها فصيرات دا آيات دا لغو فصيرا يبا علماء دا قاركو جمهور كأونس بيين إلا هو كفر أكبر جاحد كان اللغة تشيدا أما روحا مركا حجك الدفري إنو قال يهي مسلمين تو رنبا كو إجماع سن لازكو ما خلاف سنة يذا خلافكو ما تشرو روحا حجك الدفرا إنو قال يهي كفر أكبر ومن لدى بالكلية وقبحي وخلافكو ما تشرو أو لا يسكوا فقصية هاي مركا وحوي الله هذا قول قول كورنا هي تجس تلقت جوا كفر دون كفر يا قول كورنا هي ضفيرة دل ضفيرة وقال لهم اسم الدين هي ويسوا فق كران أو يعني واحد يكرت على ماذا قاركود إن يلهذان باعتبار مركا اللغة فسر الجحود أكبر بال لغة كذا
باعتبار مركا لغو فسره بمعنى تركي أوكلية بمجرد تركي أوكلية كفر دون كفر با لغو جيدا مركا لبدا معنى وكل مكران أو سيدا سيسوا فقيا علماء قار كودنا وكل ميين هل كاهي نغو جوغو والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.